السلام عليكم. عليكم السلام أهلي. طمني كيف صار الحج اليوم إن شاء الله؟ لا الحمد لله، وين كنا وين صرنا؟ كان الأكسجين عنده هابط في السبعينات والثمانينات، وحطناه الحمد لله على الأكسجين ومشت أموره وتحسن، ارتفع الأكسجين هلأ في التسعين. ألف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله رب العالمين. يعني دكتور إن شاء الله نقدر اليوم نطلع من المستشفى إن شاء الله؟ آه من المستشفى جاهز أموره، هلأ بكتب لك روشتة أدوية وبعطيك ورقة بتروح بتحاسب عليها وبتتسهل. حبيبي الله يسعدك دكتور، طمنت، الله يطمن بالك يا رب، مشكور شكرا لك، يعطيك ألف عافية. يلا الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. جبنا عندك الأكسجين. يعني كل شيء تمام يا دكتور؟ تمام، كل شيء تمام، الحين صحتك إحسان. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، الله يسلمك. الحمد لله رب العالمين. دايما أنت كريم يا رب. الحمد لله رب العالمين. مرحبا يا ابا. هلا هلا، كيفك يا ابا؟ الله يسعدك ان شاء الله. الله يسعدك. تمام دكتور، طمني عليك وحكى لي صحتك زي الغزال، وان شاء الله اليوم بتروح معنا على الدار وبنقعد بتلتم عيلتنا من اول وجديد. الحمد لله رب العالمين. شو وضل معك؟ هذول يابا لزوم المستشفى، فاتوره المستشفى وشويه ادويه ان شاء الله اجيب لك اياهم واحنا مروحين على الطريق. كل هذا المبلغ عشان 48 ساعة أكسجين؟ في دسور مايتك يابا، كل ما صار الدنيا في دسور مايتك، أهم إشي صحتك عنا، صحتك عنا بالدنيا كلها يابا. تعيطش يابا، المفروض إنه أنت تنبسط، أنت مروح لنا اليوم على الدار وبدك تشوف العيلة، ما اشتقتش لنا يعني يابا أنت ولا لمتنا يابا. تعيطش يابا، تعيطش يابا، ولا على بالك، كل ما صار الدنيا في دسور مايتك وصحتك يابا. تعيطش يابا، تعيطش يابا، كل ما صار الدنيا عند سرمايتك يابا، صحتك بالدنيا كل ما صار الدنيا عند سرمايتك، اهم شيء تروح معنا على الدار اليوم. انا بعيطش على المبلغ يابا. ولا شو المزالك يابا؟ عمري 60 سنة، 60 سنة بتنفس اكسجين الحمد لله رب العالمين. عمرنا ما فكرنا ولا تفكرنا في خلق الله. الحمد لله. الاكسجين بتنفسه صبح وليل 24 ساعة ليل ونهار. ليل ونهار عمرنا ما فكرنا في الفتونة لربنا. الحمد لله يابا. الحمد لله على كل حال. الحمد لله العظيم. الحمد لله يابا على كل شيء. ألف سلامة عليك يابا. سلامتك سلامتك. الواحد يابا يا محمد لازم يفكر ويتفكر في سبحانه وتعالى. معك أكسجين موفر لنا 24 ساعة ليل نهار صبح ومساء نتنفس بدون ما نحس فيه. معك حق يابا. عمرنا ما فكرنا في الفاتورة، عمرنا ما فكرنا في النعمة اللي احنا فيها. معك حق. يا رب تسامحنا يا رب، يا رب إن شاء الله. يا رب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.